علمونا الانتماء. كل واحد كان مسؤول حكم طنطاوي او حكم موسى عمود الشباب ساعتها بقى نرفض اي دم مصري ان هو يتسال طالما بيحمل الجنسيه المصريه. احنا بنرفض الدم دوت تماما وضده ومش هنبرره ومش هنبرر اعمال القمع. وثورتنا باذن الله مستمره لحد ما تتحقق العداله الاجتماعيه باذن واحد. احنا بنقول لكم ان في ناس لسه عاوزه تصور، لو انتوا معانا تبقى صور، لكن احنا مش بنكذب عليكم ونقول لكم دول لوحدهم قادرين على صور. لا، فاحنا هنا جايين علشان نعزي نفسنا ونقوي نفسنا، لكن اذا انتوا معانا يبقى في صور ويبقى ان شاء الله ما فيش تنسيقات ثانيه. وذكر احمد محمود السنه زي ما هي زي ما هي زي ما هي وبيضحكوا علينا تمام كده، لكن هم ما اتغيروش خالص، مش شايف التغيير. يعني لو في تغيير يبقى في قصاص، يوم ما يحس انهم غلطوا ويعترفوا بغلطهم يبقى ساعتها اتغيروا. لكن لما يجوا يعملوا لنا بتاعت في الصينيه ويقولوا وجايين يحموا الثوار، يحموا الثوار ازاي؟ يحموا اللي قتلوهم. النهارده احنا يعني من ثالث سنه الذكرى الثالثه اللي برضه بقول فيها ان الداخليه هي وان دم الشهداء لغايه دلوقتي ما رجعش منه حاجه، وان القتلى ما زالوا يعني طلقاء وبيتمتعوا بحريتهم، بل على العكس احنا كلهم جزء من السلطه. فاحنا جايين عشان نقول اننا هنفضل في الشارع لغايه لما كل القتلى يتحاكموا، سواء في مجلس عسكري او في داخليه او في غيرهم، لغايه لما كل الدم حقه يرجع، لغايه لما كل مطالب الثوره